يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، مرت علينا قبل أيام ذكرى شهادة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، ويجدر بنا ذكر شيء من تأريخه الشريف من خلال ما كتبه شهيدنا السيد الصدر قدس سره في موسوعة الإمام المهدي عجل الله فرجه، فقد وقف قدس سره على تفصيل تأريخ الإمام الهادي عليه السلام ومجريات عصره، وقد بين عدة أمور نذكر منها: أولا، في تبيان سياسة الدولة العباسية تجاه الإمام عليه السلام، يقول قدس سره: كانت سامراء عاصمة الدولة العباسية في أوج عزها وعمرانها، وكان المتوكل هو الذي تسنم كرسي الخلافة، جاء به جماعة من الموالي والأتراك عام 232 للهجرة، وكان قد تسلم الخلافة حاقداً على أئمتنا عليهم السلام وعلى أصحابهم، حذراً منهم كل الحذر. وهذا واضح لمن يراجع التاريخ كل الوضوح، بلغ في آل أبي طالب ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره. وفكر المتوكل أن يستقدم الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام إلى سامراء من المدينة آخذاً بالأسلوب الذي اخترعه المأمون العباسي، وسار عليه من بعده تجاه الإمام الجواد محمد بن علي عليهما السلام ومن بعده من الأئمة عليهم السلام. فإن المأمون حين زوج ابنته أم الفضل للإمام الجواد عليه السلام كان قد وضع الحجر الأساسي للمراقبة الشديدة والحذر التام من الإمام عليه السلام من الداخل، مضافاً إلى مراقبته من الخارج. وكان هذا الزواج وتقريبه إلى البلاط أسلوباً ناجحاً للوصول إلى هذه النتيجة التي يراد بها جعل الإمام عليه السلام بين سمع الخليفة وبصره، وعزله عن قواعده الشعبية الموالية له، وكفكفة نشاطه. وإذ توفي الإمام الجواد عليه السلام وتولى الإمام الهادي عليه السلام الإمامة بعده، لم يكن ليفوت المتوكل ضرورة تطبيق نفس هذا الإسلوب عليه، فهو يرى أن الإمام حال وجوده في المدينة بعيداً عنه يشكل خطراً على الدولة لا محالة، إذن فلا بد من استقدامه إلى سامراء حتى يأمن خطره ويهدأ باله ويضعه تحت الرقابة المباشرة منفصلاً عن قواعده الشعبية. ومن ثم كانت الوشاية به وهي ناقوس الخطر كافيةً لحفز المتوكل على ضعضعة حياة الإمام الهادي عليه السلام ونقله من موطنه وداره في المدينة إلى العاصمة سامراء لكي يبدأ تأريخاً جديداً حافلاً في موطنه الجديد، تأريخ الغيبة الصغرى. ثانياً، في تبيان موقف الإمام عليه السلام
من عدم تعليقه على الأحداث الداخلية والخارجية. يقول قدس سره: إن هذه السلبية كانت نتيجةً طبيعيةً لانعزاله التام عن الشؤون السياسية، والإمام لم يكن يمارس الحكم كما هو معلوم، ولم يكن ممن يطمع بالحكم في ذلك العصر المنحرف غير الواعي كما قلنا، على أنه لو كان مريداً ذلك في ضميره فقد كان مراقبًا محجورًا تعد عليه أفعاله وأقواله، ومعه لا أمل له في الحكم عادة. إذن فقد كان الإمام عليه السلام من الناحية السياسية فردًا عاديًا من الأمة، وأنه أراد ذلك لنفسه بحسب ما رآه من المصلحة، بالرغم من أنه من الناحية الدينية الإمام والقائد والمثل الأعلى لمحبيه ومواليه. ولم يكن له عليه السلام من أمره يومئذ إلا الفتوى والجواب على السؤال الذي يتلقاه لو وجد مصلحة في الإجابة. ومن الواضح أن شخصاً من صانعي الأحداث في ذلك العصر لم يسأله عن عمل من أعماله ليأخذ بمشورته ورأيه، فلا يبقى لدينا إلا احتمال أن أصحابه كان لهم الوعي الواسع وكانوا يسألون إمامهم عن آرائه السياسية وكان يجد مصلحة في جوابهم فيجيبهم. وهذا الاحتمال وإن كان له ما يبعده، إلا أن حدوث مثل ذلك في ذلك الظرف العصيب لم يكن ليصل إلينا أكثر مما وصل منه فعلا، مضافًا إلى أن جملةً من الأحداث كان في مستطاع أصحاب الإمام عليه السلام وأعدائه، كما في مستطاع المؤرخ اليوم استنتاج رأيه فيها بصفته الوجود الممتد لرسول الله صلى الله عليه وآله والممثل للقواعد الإسلامية الصحيحة. فنحن لا نحتاج إلى مزيد تفكير حين نريد معرفة رأيه بأشخاص الخلفاء أو سلوكهم المنحرف أو الوزراء أو القواد ونشاطهم غير القائم على أساس العدل الإسلامي، أو رأيه في الخوارج أو في هدم قبر جده الحسين عليه السلام ومنع الزوار عنه، فإن كل ذلك مما يرفضه رفضًا باتًا ويستنكره أشد الاستنكار. وكذلك الحروب والمناوشات التي كانت تقع في داخل البلاد الإسلامية قائمةٌ على الطمع والتوسع، وكذلك تنصيب القضاة غير الأكفاء بنظر الإمام عليه السلام وجميع ما يصدرون من أحكام. أما بالنسبة إلى حروب المسلمين مع الأغيار في الحدود الإسلامية فمن المستطاع القول بموافقته عليها باعتبارها القضية التي تخص الإسلام الذي يمثل الإمام حقيقته وجوهره. ولو كان الجهاد في ذلك الزمان في سبيل الله محضًا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لكان الإمام عليه السلام أول المبادرين إلى تأييده، ولكننا أسلفنا في التأريخ العام أن فكرة الجهاد انحدرت في الأزمان المتأخرة إلى التجارة والمساومة، فلم تكن هذه الناحية من الجهاد بمرضية للإمام عليه السلام، وبخاصة وأن الأموال المغتنمة لم تكن تصرف في مصلحة الدين والأمة،
وإنما كانت في الأغلب تُصرف في الشؤون الخاصة للحكام. ثالثا، في تبيان الهدف الأساسي للأئمة عليهم السلام يقول قدس سره: فكان الهدف الأساسي للأئمة عليهم السلام ينقسم إلى أمرين مترابطين، أحدهما حفظ المجتمع من التفسخ والانهيار الكلي، أو بتعبير آخر حفظ الثمالة المشعة من الحق المتمثلة بهم وبمواليهم وقواعدهم الشعبية. ثانيها، السعي إلى تأسيس المجتمع الإسلامي الواعي ورفع المستوى الإيماني في نفوس أفراده، تمهيداً لنيل الخلافة الحق وتطبيق المنصب الإلهي الذي يعتقدون استحقاقه، وكانوا يعملون على تنفيذ ذلك في حدود الإمكان الذي يناسب، مع الحذر من الجهاز الحاكم وتجنب شره، إذ لم يكن من المصلحة أن يقوم الإمام عليه السلام بحركة ثورية عشوائية بجماعة قليلة تؤدي به وبجميع أصحابه إلى الاستئصال التام، ولا يتحقق شيء من ذينك الغرضين. فهذا هو السر الأساسي للسلبية التي سار عليها الأئمة عليهم السلام تجاه السلطات الحاكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوا على النبي وآله.